أحييكم مشاهدينا الكرام من مصنع الرجال وعارين الأبطال من مقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم فعاليات الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من مقاتلي الكليات العسكرية. هذه الدفعة الجديدة التي تعد من الدفعات المهمة خاصة فيما يتعلق بهذه الفترة والمرحلة الراهنة التي تمر بها مصر ويمر بها العالم. شباب يعي وبحق قدر ومقدار هذا الوطن، شباب مفعم بالأمل وبالحيوية وبالحماسة والوطنية من أجل الدفاع عن هذا الوطن، شباب ينضمون إلى القوات المسلحة المصرية وإلى جيش مصر العظيم الذي يعد من أقدم وأعرق الجيوش. تأتي هذه الاحتفالية بتخريج دفعات جديدة من مقاتلي الكليات العسكرية بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة، بالإضافة إلى أهالي وأسر الشهداء وأسر أيضا الطلبة والخريجين الذين يشهدون الاحتفال بتخريج هذه الدفعات الجديدة التي تضخ في شرايين القوات المسلحة المصرية، ليأتي جيل جديد يحافظ على هذا الوطن وكرامته، وأيضا من أجل الزود عنه وعن ترابه ومقدساته ولحفظ مكانته. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الذكرى الغالية، ذكرى 49 لنصر أكتوبر عام 1973، تأتي متواكبة مع الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من أبناء الكليات العسكرية ومن مقاتليها. هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، ذكرى حرب أكتوبر عام 1973 التي ملأتنا ولا تزال تملأنا بالعز والفخار والإباء، فنحن جميعا فخورون بجيش مصر العظيم الذي حقق أروع الأمثلة في التصدي إلى العدو آنذاك. هم حماة الأرض والعرض، هم فخر مصر، أبطالها، رجالها، أملها الباقي جيلا بعد جيل. هم خريج الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية المصرية، نذروا أنفسهم آملين النصر، راغبين الشهادة، أقسموا يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة أبد الدهر. انضموا إلى صفوف قواتنا المسلحة المصرية كرصيد جديد يضاف إلى قدرات مصر القتالية في الذود عن ثراها المقدس. هم الجيل الصاعد الواعي من خريج الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية المصرية. شعاره الواجب، الشرف، الوطن. احنا حريصين دائما على ان احنا ننتقي افضل العناصر، وده المعيار الوحيد اللي احنا حريصين عليه. بالمناسبة انتم الجيل اللي هيتولى مسؤولية حماية هذا البلد، انت قيمة كبيرة. الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية المصرية، مصنع الرجال وعرين الأبطال في كل العصور. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الكلية الحربية، أسود القوات المسلحة المصرية، سادة المعارك، خفة في الحركة، قوة في الصدمة، دقة ومهارة عالية، طراز فريء من الانضباط والدقة، رجال المهام المستحيلة، رأس الحربة الضاربة في قلب العدو. المجد لمن يذود عن أرض الوطن ويحفظ لها أمنها ضد أي اعتداء خارجي. الكلية البحرية، وحوش البحار، الإرادة المصرية،
حين تتجلى في أروع صورها لحماية السواحل المصرية. إنه رجال الشرف والعلم والفداء. الكلية الجوية، نسور السماء الحامية لأمن مصر القومي على كافة المحاور الاستراتيجية. نسور تعرف كيف تنقض على أهدافها وتواصل صعودها إلى العلا في سبيل المجد. كلية الدفاع الجوي، قادرون على حماية المجال الجوي المصري ضد أي اختراق خارجي، مهما على شأنه أو تعاظمت قدراته أو تنوعت طائرته. الكلية الفنية العسكرية، يد تبني ويد تحمل السلاح، رجال فوق العادة يعرفون كيف ينفذون أهدافهم وكيف يسابقون الزمن بأرقى المعدلات الهندسية. الكلية العسكرية التكنولوجية، كفاءة تكنولوجية وفنية عالية وانضباط عسكري من طراز فريد، منظومة تأمين فني لجميع معدات القوات المسلحة يواكب أحدث التكنولوجيات العالمية. كلية الطب للقوات المسلحة، نخبة منتقاة من خيرة شباب مصر، أمل جديد لتخريج جيل يفيض بالعطاء الطبي لخدمة القطاعين العسكري والمدني. هكذا تتعدد الصروح العسكرية وتتنوع معها قدرات قواتنا المسلحة المصرية على كافة المحاور الاستراتيجية. أنا بسجل لكم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام. دايما الكلية الحربية والكليات العسكرية والقوات المسلحة بالكامل دايما في عزة وفخر. وتبقى الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية المصرية مصنع الرجال وعرين الأبطال. مستمرون مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في نقل فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية من مقاتلي الكليات العسكرية المصرية الذين ينضمون إلى صفوف قواتنا المسلحة وإلى جيش مصر العظيم. هذا الجيش الذي أثبت وبحق، ونحن الآن في نواكب الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، هذه الملحمة التاريخية التي سطرت بأحرف من نور مدى قوة وقدرة الجندي المصري والقوات المسلحة المصرية في التصدي لأي اعتداء خارجي قد يحاول أن يطال من هذا الوطن أو من ترابه أو من أبنائه أو من مقدساته. إذن فأبناء القوات المسلحة المصرية كان لهم دور كبير ومهم في تلقين العدو آنذاك درسا لن ينسى. كانت هذه المعركة وكانت حرب أكتوبر عام 1973 درسا كبيرا للعدو، وكانت أيضا وما زالت تدرس في مختلف الأكاديميات العسكرية على اختلافها، حيث أعطى الجندي المصري درسا كبيرا ولقنه للعدو عام 1973 خلال نصر أكتوبر. فالمعركة لم تكن فقط بين القوى الخشنة أو استخدام السلاح، ولكن أيضا المعركة كانت في إطار الدبلوماسية أيضا فيما بعد. السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة،
السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. حرس الشرف، سلام رئيس أركان حرب القوات المسلحة. سلام. سلاح. حرس الشرف، كتفان. سلاح. نعود مشاهدينا الكرام للحديث عن حرب أكتوبر المجيدة التي استطاع فيها الجيش المصري أن يذهل العالم أجمع، وأيضا رد المعتدين على أعقابهم بعد نصر كاسح حققه عليهم. إذن مشاهدينا الكرام، ونحن نحتفل اليوم بتخريج دفعات جديدة من الطلبة، طلبة الكليات العسكرية ومقاتلي الكليات العسكرية، تجدر الإشارة إلى أهمية الحديث عن هذه الدفعات، فوفاء وعرفانا بالجميل من مؤسستنا العسكرية القوات المسلحة المصرية، يتم إطلاق أسماء القادة على دفعات خريجي الكليات العسكرية. وفي أكتوبر 2022 أطلقت العديد من أسماء القادة على هذه الدفعات. الدفعة رقم 116 حربية، وهي دفعة الفريق سفي الدين عبد الجواد علي أبو شناف. أيضا الدفعة 73 بحرية، فريد محمد شريف محمد الصادق، فريق عفوا محمد شريف محمد الصادق. الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية وطيار أركان حرب سيد كامل عبد الوهاب. الدفعة 59 فنية عسكرية وأركان حرب مدحت مصطفى. الدفعة 50 دفاع جوي الفريق سيد حمدي. الدفعة 4 كلية طب القوات المسلحة فريق طبيب رفاعي محمد كامل. الدفعة 51 المعهد الفني للقوات المسلحة وأركان حرب محمد فاروق يوسف قرطام. إذن هو الوفاء والعرفان بالجميل من أبناء القوات المسلحة، والولاء لهذا الوطن هو شعار الجيل الحالي والأجيال السابقة من القوات المسلحة المصرية. الدفاع عن الوطن وعن أرضه، والذود عن مقدساته، والدفاع عنا جميعا. هذه المهمة التي يقوم بها القوات المسلحة، أو تقوم بها قواتنا المسلحة، ضد أي عداءات خارجية تحاول أن تنال من أمن وأمان هذا الوطن العظيم المفدى. تقدر الإشارة هنا أيضا مشاهدينا الكرام أن أحد جنرالات الحرب في هذه المرحلة، مرحلة 6 أكتوبر والتي نحن بصدد ذكرها في هذه الأيام، كان ضيفا لمعهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، فسئل عن مفاجأة حرب أكتوبر للعدو، فقال: الجندي المصري الجديد. إذن فالجندي المصري وإعداده والاهتمام به وبكفاءته، وأيضا الآليات الجديدة في التعامل مع المعارك والحروب، هي من الأمور المهمة التي تعنى بها القوات المسلحة المصرية في هذا الإطار. فحرب أكتوبر عام 1973 غيرت الكثير من المفاهيم في مجال الفكر العسكري العالمي.
إضافة إلى الوثائق التي تحمل في طياتها العديد والعديد من العبر والدروس المستفادة التي من شأنها إضافة مبادئ جديدة إلى العلوم العسكرية، لتظل هذه الحرب عملا عسكريا عظيما حققته القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع شعب مصر العظيم وبمساندة من كل الشعوب والجيوش العربية، لترتفع هامات العرب جميعا بعد أعظم انتصارات في العصر الحديث. وبالحديث أيضا عن إعداد الفرد المقاتل، دعونا نتحدث وفي نظرة تاريخية أولا عن الكلية الحربية التي نقف على أرضها اليوم. وصل الآن السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. الشرف. سلام القائد العام للقوات المسلحة. سلام سلاح. حرس الشرف. كتفان سلاح. إذن مشاهدينا الكرام، نحن الآن في انتظار تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أرض الاحتفال لمشاركة أبنائه من رجال القوات المسلحة المصرية ومن طلبة الكليات ومقاتل الكليات العسكرية بيوم تخرجهم، فهو يوم ليس يوم عيدهم فقط بل هو عيد لمصر كلها، بضخ دماء جديدة في عروق وشرايين القوات المسلحة المصرية من أجل الدفاع عن هذا الوطن والذود عن ترابه ومقدساته. كنا نتحدث مشاهدينا الكرام في نبذة تاريخية عن الكلية الحربية التي تم إنشاؤها في القلعة عام 1811 تحت اسم المدرسة الحربية، ثم انتقلت إلى أسوان عام 1821 تحت اسم المدرسة الحربية. وانشأت مدرسة الطبجية بطرى والفرسان بقصر مراد بيك بالجيزة عام 1831، وانشأت مدرسة البيادة جهاد أباد بالخنكة عام 1832. انتقلت بعدها إلى العباسية في عهد الخديوي عباس الأول عام 1848 تحت اسم المدرسة المفروزة، ثم إلى القناطر الخيرية بالقلعة السعيدية عام 1858 تحت اسم المدرسة السعيدية، ثم إلى قصر النيل عام 1864. انتقلت إلى العباسية عام 1879 تحت اسم المدرسة الحربية المستجدة، ثم انتقلت إلى القشلاق الأحمر بجوار قصر الزعفران عام 1893.
وإلى كبري القبة انتقلت عام 1908 تحت اسم المدرسة الحربية، ثم أطلق عليها الكلية الحربية الملكية عام 1938، لتتمركز الكلية الحربية ابتداء من الثالث من مارس 1955. أول مدير للكلية الحربية بعد ثورة 52 اللواء عبد الواحد عمار، الدفعة رقم 1 حربية، في الرابع من أغسطس 1952 وإلى السابع من مايو 1957. أول وزير دفاع من خريجي ما بعد الثورة، المشير محمد حسين طنطاوي، الدفعة رقم 35 التي تخرجت في أبريل عام 1956. كان أول رئيس أركان حرب للقوات المسلحة من خريج ما بعد الثورة الفريق محمد صلاح الدين حلبي، دفعة رقم 36 والتي تخرجت في الأول من نوفمبر 56. أول مدير للكلية الحربية من خريج ما بعد الثورة اللواء محمود المصري، دفعة رقم 30 والتي تخرجت في التاسع من أغسطس عام 1952. واعتبارا من الثالث عشر من فبراير عام 1969 كانت بداية تسمية الطالب طالب مقاتل لتأكيد صفة الاحتراف في القتال من لحظة دخوله الكلية في عهد اللواء محمود زكي عبد اللطيف مدير الكلية الحربية. في هذا التوقيت بداية إطلاق أسماء الشهداء والقادة على دفعات الكليات الحربية اعتبارا من الدفعة 43 حربية التي تخرجت في 21 من أكتوبر عام 1962، وأطلق عليها اسم دفعة الشهيد محمد جلال. إذن مشاهدينا الكرام، تشكيل الوعي مهمة رئيسية في العمل لإعداد فرد مقاتل مجهز بأحدث الوسائل العالمية، وتأكيد على ذلك يتم تعزيز شخصية الطالب لتحمل المهام الثقيلة من خلال التدريبات التي تتم على المعدات الحقيقية لمواكبة قفزات التسليح المتطورة بالجيش المصري سنوياً. يتقدم للكليات العسكرية والمعهد العسكري والفني للقوات المسلحة الآلاف من المصريين الذين يطمحون إلى الالتحاق بفلك العسكرية المصرية، وحسب اختبارات متتالية ومتطورة سنويا يلتحق بصفوف الكليات العسكرية أعداد مدروسة بعناية وفق خطة يشرف عليها كثير من جهات الاختصاص بالقوات المسلحة، حتى نصل لفرد مقاتل قادر على تحقيق مهمته الرئيسية في حماية الوطن والدفاع عن حدود مصر المنتشرة وفي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. مشاهدينا الكرام، في طور الإعداد والتأهيل للفرد المقاتل هناك جهود ضخمة مبذولة ومتابعة بعناية من القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك لأن الفرد المقاتل في الجيش المصري يمثل صورة مميزة لزملائه ورؤسائه ويمثل قدوة، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة بأنه قدوة للجنود الذين يعملون معه، بالإضافة إلى أنه مؤتمن على وحدة أو معدة تقدر بأرقام كبيرة. ومن مسؤولياته أيضا أن يتابعها بعناية وأن يحافظ عليها، ولذلك فإن العبارة الشهيرة سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت يمكن تطويرها بأن السلاح والوحدة والمعدة لا يمكن تركهم قط حتى يطورهم وينميهم ويعمل على الحفاظ عليهم، بل ونقل ذلك الدافع لكل من حوله حتى يمكننا أن نصل لوحدة متكاملة في إطار عام يمثل صورة جمهورية مصر العربية. وفي الاحتفال السنوي لتخريج الدفعات الجديدة هناك دائما انطباع عام يمكننا أن نتحسسه في كافة الأحاديث الواردة من الطلاب الأوائل، وهو الانضباط في الكلمة والدقة في الطرح والعزم والإرادة على التميز. وقد يقول القائل بأن هذا هو حال الأوائل، ولكن في جولة سريعة من خلال متابعتنا داخل أروقة الكلية الحربية مقر الاحتفال يمكننا أن نشعر بمعايير الانضباط في كافة الوسائل بداية من البوابة الرئيسية وحتى مخرجات الحفل والطلاب، فهناك دورة عمل تعمل بدقة بالغة قد لا تتكرر في نطاقات أخرى، وهذا ليس حال
دفعة بعينها، بل هو شغل شاغل للكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة أيضا، وهو ما يظهر في أحاديث الأوائل جميعهم بأن الهدف واحد وأن الوسيلة واحدة، وهو كيف نحمي وطننا. يقابل هذا الأمر تحديات بعلم وعمل متواصل وجهد دؤوب في كليات مصر العسكرية، مصانع الرجال. ومنبع إلى ساحة الاحتفال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. الشرف، السلام الوطني، سلام سلاح. Thank you.
حرس الشرف كتفاً سلاح. حرس الشرف الدوران للخارج، للخارج دور. بسم الله الرحمن الرحيم. من مصنع الرجال وعارين الأبطال من الكلية الحربية، ومع احتفالات مصر بأعياد النصر أكتوبر 73 التي أعادت للأمة هيبتها وكرامتها، تحتفل القوات المسلحة اليوم بتخريج دفعات جديدة من مقاتلي الكليات العسكرية، شباب مفعم بالحماس والوطنية ينضمون اليوم إلى أعرق الجيوش وأقدمها جيش مصر العظيم. ويشرف الاحتفال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. على يمين المنصة وفي سماء العرض تتقدم مجموعة من الهليكوبتر تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إذانا ببدء الاحتفال. ويبدأ الاحتفال بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس. يشق ساحة العرض مقاتلو الكليات العسكرية يتدفقون كالسيل في قوة وثقة بالنفس، حاملين بعض الأجهزة الرياضية لتنفيذ التمارين الرياضية المختلفة. يؤدي الطلبة الآن مجموعة من تمرينات اللياقة البدنية الأساسية والتي تظهر مدى الكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها المقاتلون. أمام المنصة مباشرة يؤدي الطلبة مجموعة من تمرينات الكفاءة البدنية الخاصة بطرق مبتكرة، وفي الخلف ينفذ الطلبة تمرينات رياضية فردية يستعرض فيها الطلبة كفاءتهم البدنية العالية. كما نشاهد على الأجهزة استعرادا لبعض تمرينات الكفاءة البدنية في صورة تعكس مستوى راقيا من التدريب. مهارة وإتقان من رجال الكليات العسكرية في تنفيذ كافة التمارين الرياضية. ينفذ الطلبة الآن تمرينات زوجية والتي تنمي مهارة العمل بروح الفريق الواحد. هذا وقد تحصلت الكلية الحربية على المركز الأول في بطولة الدور الرياضي للكليات العسكرية وكلية الشرطة لهذا العام.
لمحات من المرونة وخفة الحركة لمقاتلي الكليات العسكرية. ينتقل الطلبة الآن لتنفيذ مجموعة من التمرينات الرباعية تظهر مدى كفاءة المقاتلين في تنفيذ تمرينات البطن. السادة الحضور، نحيط حضراتكم علما بأنه سيتم استخدام محدثات صوت في هذه الفقرة. ينفذ الآن الطلبة المقاتلون داخل ساحة الاحتفال مجموعة من حركات الاشتباك باليد. كما نشاهد الآن في المواجهة وعلى برجي ميدان التدريب الجبلي، مقاتلي الصاعقة ينفذون أعمال النزول من الارتفاعات المختلفة باستخدام الحبال والمعدات. شعارهم التضحية، الفداء، المجد. وعلى الأجنب ينفذ الطلبة المقاتلون من الكلية الحربية وكلية الشرطة بمشاركة القوات الخاصة من رجال الصاعقة ورجال المظلات أعمال النزول السريع والتسلق باستخدام الأسلحة الصغيرة. جرأة وجسارة من رجال الكليات العسكرية ورجال القوات الخاصة في تنفيذ كافة المهام بمهارة منقطعة النظير. وما زال رجال الصاعقة والمظلات يتدفقون في موجات متتالية تظهر الجرأة والجسارة والقدرة والمهارة. هؤلاء الأبطال رجال الكليات العسكرية يستعرضون ويزهون في ساحة الكلية الحربية حاضنة العزة وحامية الشرف، ساحة المجد والانتصار. عرقهم شذا وتضحياتهم أسمى المنى. أكتوبر 49 عاماً تخليداً لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، تحصلت الكلية الحربية على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء. ويتقدم الآن من يسار المنصة فريق الفروسية للكلية الحربية من القسم النهائي، يظهرون هيئات الزي المختلفة وأعلام الكلية الحربية على مر العصور. يتقدم الفرسان بكل عزة وشموخ. عصر محمد علي. راجل من ظهر راجل، ماليش بالرب حارس. العصر الملكي. وبعدي كل الحوادث، كل مكان تلاقيني تحت المطر. العصر الحديث. علم الأكاديمية العسكرية المصرية والتي تم إنشاؤها بموجب أحكام القانون رقم 149
لسنة 2022 لإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية. فهؤلاء الأبطال هم ضباط اليوم وفرسان الغد. ينطلق داخل ساحة العرض الطلبة المقاتلون، يستقلون دراجاتهم الهوائية في دقة وتناغم في الأداء، مشكلين بأجسادهم علم مصر، يستعرضون مهاراتهم وتوحيدهم في قيادة الدراجات، فهي رياضة تساعد على رفع اللياقة البدنية. ينفذ الطلبة الآن داخل ساحة الاحتفال تشكيلات منتظمة تدل على المهارة العالية والثقة بالنفس. ويشرفنا اليوم بالحضور أبطال مصر من المؤسسات الرياضية العسكرية الحاصلون على ميداليات أولمبية ودولية وقارية، فتحية لهؤلاء الأبطال الذين رفعوا علم مصر عالياً خفاقاً في المحافل الدولية. أداء يظهر مدى القدرة والمهارة لرجال الكليات العسكرية. وتوافقاً مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ كوب 27، تحصلت الكلية الحربية على اعتماد جودة البيئة ايزو 14001 لأحدث إصدار لها. عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح. نستعرض الآن أمام حضراتكم أرقى مستويات التدريب على استخدام السلاح، والتي تحتاج إلى توافق عضلي عصبي من الطلبة.
الوجد الشرف الوطن. Thank you.
هؤلاء هم أبناء مصر ورجالها، شباب من خيرة شباب الوطن، أقسموا بالذود عن مصرنا الغالية، وهبوا أرواحهم فداء لوطنهم. يعاهدون الله وسيادتكم أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يدافعوا عن كل شبر من هذه الأرض الطيبة لآخر قطرة من دمائهم، لتحيا مصر دائما وأبدا. فهؤلاء الأبطال عازمون على دحر قوى الشر مهما كان الثمن. عاشت مصر بكم قوية أبية عصية على أعدائها. عرض الموسيقات العسكرية. ويتقدم الآن رجال الموسيقات العسكرية وطالبات المعهد الصحي للقوات المسلحة بمشاركة 1400 عازف وعازفة ليظهروا مدى ما وصلوا إليه من تدريب راق ومختلف. للمصدوم خير مؤيد، أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي، بلدي ونور الحق يصدع في يدي. قولوا معي قولوا معي، الله 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 أكبر، الله فوق المعتدي. قل ما من معي أفضل جاهد وامشي وامشي من كفاح لكفاح، قل ما ايدي في ايدك خدها وام واهتف واقول، قل ما ايدي في ايدك خدها وام واهتف واقول. حي حي على الفلاح، حي حي على الفلاح. الموسيقات العسكرية وعلى نغمات آلاتهم زهرة اللوتس وهي تحتضن مسلات حضارتهم وأهراماتها ومفتاح حياتها. الظروف الصعبة ولا تبقى
لحتى ما مصر تحتاج له تلاقيه. شعب دايما ربنا مسدد خطاه. صورة 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 كلنا كده عايزين صورة. صورة 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 كلنا كده عايزين صورة. صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. جسد العازفون أغصان الزيتون وحمامة السلام لإرساء صور السلام والمحبة والإخاء. ويستعرض الآن أمام حضراتكم فريق سولو إيقاع مدى ما وصلوا إليه من مهارة وتناغم وإتقان. وستعزف الآن الفرقة الوترية العسكرية بمصاحبة الفرقة السيمفونية بعض الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الزين مكبر بسم الله بسم الله سينا يا سينا بسم الله بسم الله قادر عدينا بسم الله بسم الله فقدروا علينا بسم الله بسم الله جنود قاعدينا بسم الله بسم الله الله أكبر أذن وكبر الله أكبر أذن وكبر وقول يا رب النصرة تكبر جمعنا كل قوتنا وسندتنا عروبتنا وسمينا وعدينا وإيد المولى ساعدتنا وسمينا وعدينا وشقينا طريق النصر وإيد المولى ساعدتنا ورجعنا ابتسامة مصر وشقينا طريق النصر ورجعنا ابتسامة مصر فرحة مصر كبيرة الليلة والمستقبل صورته جميلة والخير زاد والنور عاد زي بلدنا ما فيش يا ولاد فرحة مصر كبيرة الليلة فرحة مصر كبيرة أن الموسيقات العسكرية المصرية قد شاركت في العديد من المحافل الدولية والمهرجانات العالمية وقد تحصلت على كأس العالم للموسيقات العسكرية 6 أعوام متتالية كما تم منح إدارة الموسيقات العسكرية وسام الجمهورية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سيما يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم ويبقى الانضباط العسكري أحد أهم سمات قواتنا المسلحة العريقة وسبيلها الدائم للحفاظ على استعداد قتالي عالٍ وخير مثال لذلك العرض العسكري يا كاتب التاريخ ها هم حماة الحمى جيش على الإخلاص لمصر قد أقسما عيشي بلادي نشيداً يعانق الأنجما يا مصر يا موطني وحبي الأقدما غازلت فيك الليالي فمن يناجي فما يا قلعة التاريخ بها الوجود احتمى لسوف تبقين اسما على جبين السما أسقيك من كأس عمري ماء الحياة دما وسوف أطلق روحي
يوم الفدا أسهما من يستعن بالله هيهات أن يهزما. على موسيقى طبول الحرب وفي منتصف ساحة العرض طائت طابور العرض العسكري مجموعة حملة الأعلام يتقدمهم علم القوات المسلحة رمز العزة والكرامة، ويتدفق إلى ساحة الاحتفال مجموعات العرض العسكري لخريج الكليات العسكرية وكلية الشرطة. تفضل يا فندم. مجموعات العرض العسكري تستعد للمرور بالخطوة المعتادة في عهد الصراط. 20 خطوة مسافة بين المجموعات. الدوران للخارج. للخارج. دور. العظيم، أمام أعيننا الآن جيل جديد من أبناء العسكرية المصرية العريقة يسارعون الخطى نحو الأمام بتمام الجاهزية للهجوم والاقتحام. جيل ذهبي يباهي به الوطن كل الأمم، تم إعداده جيداً على أعلى المستويات لحمل المسؤولية
على طول المحاور والاتجاهات الاستراتيجية، هم دائما على قلب رجل واحد كالبنيان المرصوص، ويبعثون اليوم رسالة إلى شعبهم مفادها ستبقى مصر مصانة محمية أبية، نحفظ لها أمنها ونحمي أرضها ونجعل من حدودها جحيما في وجه أعدائها متى تطلب الأمر ذلك، فنحن لها لأننا خير أجناد الأرض. على يسار المنصة قائد طابور العرض العسكري ومن خلفه حملة الأعلام، يتقدمهم علم القوات المسلحة رمز عزتنا وكرامتنا، فأعلام الكليات العسكرية وكلية الشرطة، فمجموعة أعلام كتائب وسرايا الكليات العسكرية. دمت يا مصر، دمت يا أعز الأوطان، ودامت أعلامك ترفرف في سمائك، تسمو وتزهو عالية خفاقة في عنان السماء. يتقدم الطابور على مرش نشيد الجيش، كلمات الشاعر فاروق جويدة وألحان الموسيقار كمال الطويل. يمر الآن أمام المنصة المجموعة الأولى لخريج الكلية الحربية. مجموعة كلية الشرطة، حراس الأمن الداخلي، في لمحة وطنية رائعة تنم عن الترابط والإخاء بين ذراعي الأمة، الجيش والشرطة. مجموعة خريج الكلية البحرية. الحربية. مجموعة خريج الكلية الجوية وكلية الطب بالقوات المسلحة. ويظهر الآن في سماء العرض طليعة القافزين الحر لرجال المظلات، يحملون علم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
أحد خريجي الكلية الفنية العسكرية. كما نشاهد مجموعة أخرى تحمل أعلام الكليات العسكرية، علم الكلية الحربية، علم الكلية البحرية، علم الكلية الجوية، علم كلية الدفاع الجوي، علم الكلية الفنية العسكرية، وعلم كلية الطب بالقوات المسلحة، وعلم الكلية العسكرية التكنولوجية. مجموعة خريجي كلية الدفاع الجوي. ويختتم رجال المظلات استعراضهم اليوم بمجموعة تحمل علم الأكاديمية العسكرية المصرية وعلم جمهورية مصر العربية يتوسطهما تحيا مصر. ونختتم مجموعات الخريجين بمجموعة خريجي المعهد الفني للقوات المسلحة. الحفل الكريم، إن هذا اليوم يسجله التاريخ الآن بأحرف من نور، فهي لحظات ستبقى ماثلة ما بقي الزمن. ففي ساحة العرض يجتمع الآن حماة الأرض والعرض، أبناؤك يا مصر، وهم في أبهى صورهم بتمام الاستعداد بالكفاءة العالية بمستوى هو الأرقى في صدارة التصنيفات العسكرية العالمية. فمن ذا الذي يقوى أن يعادي أسودا تزأر وتذود عن أرض بلادي؟ فاطمئني يا مصر دوما واسلمي بجيل ينتمي لنسل العظماء، ولتمضي قوافل الإباء والكبرياء ليشق هتافها الملحمي صدر الفضاء. فهؤلاء يا مصر هم الوارثون لمعنى العطاء والفداء، هؤلاء يا مصر هم أحفاد جيل النصر. ويظهر الآن في سماء العرض وفي مواجهة المنصة رجال المظلات محلقين بمعدات الدلتا في تشكيلات فنية رائعة، يظهرون مهاراتهم المختلفة ومدى تحكمهم بمعداتهم لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم. وينضم إلى هذه اللوحة الختامية الرائعة داخل ساحة الاحتفال ومن جهة اليسار الطالبات الجامعيات خريجات هذا العام يشاركنا في حفل تخرجهن اليوم. تشكيل هرمي. تشكيل المعين.
شعب مصر الأبي، تجولوا بأعينكم داخل ساحة الاحتفال وارفعوا الرؤوس للسماء وافخروا بأبناء مصر وشبابها، ولنسأل أنفسنا سؤالا: هل لشعب لديه أبطال يسدون عين الشمس مثل هؤلاء الرجال؟ هل له أن يخشى على أمنه وأمانه؟ لا والله، بأمر من الله ستبقى مصر بشبابها عصية على الانكسار، ستبقى مصر بأبنائها صخرة تتحطم عليها أطماع الطامعين، يا صخرة في صميم الشرق واقفة كم حاولوا كسرها دوما وما عرفوا. اسم على الكسر يستعصي، فما قبلت خفضا ولا هي في الإعراب تنصرف. علامة النصر تعلو في خريطتها مدى الزمان إلى أن تنشر الصحف، فبينما الأرض تحبو في حضارتها كانت على النيل أهرام هنا تقف. مهما تفنن فيها الواصفون لها يفنى البيان وتبقى فوق ما وصفوا. تطوف حولنا الآن أرواح شهدائنا الأبرار، فسلاماً على أرواح الشهداء. مجموعات الأرض العسكري، سلام الشهيد، سلام. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة لإعلان نتيجة التخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتائج الكليات العسكرية كما يلي: أولاً، منح طلبة الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.
ثانيا منح طلبة الدفعة الثانية من حامل الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية. ثالثا منح طلبة الدفعة 73 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية. رابعا منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية. خامسا منح طلبة الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. سادسا منح طلبة الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي. سابعا منح طلبة الدفعة 4 من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. ثامنا منح طلبة الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية المرحلة الأولى شهادة دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان 100%، والله ولي التوفيق. مجموعات الأرض العسكري كتفاً سلاح. تسليم وتسلم القيادة. على ان احافظ على تقاليد كلياتي في الداخل والخارج مطيعا لاوامر قادتي مؤمنا بشعار الكليات وهكذا تم تسليم القيادة من دفعات الخريجين إلى الدفعات الجديدة لتستمر مسيرة العطاء والانضباط من دفعة إلى أخرى. وها هي أعلام الكليات العسكرية برفقة قيادتها الجديدة. Thank you.
تجمع الخريجين. مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الآتي: أولاً، تعيين خريج الأكاديمية العسكرية المصرية دفعات 116 حربية، 73 بحرية، 89 جوية، 50 دفاع جوي، 115 حربية حامل المؤهلات العليا، والدفعة الأولى ضباط متخصصين وخريج الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية في رتبة الملازم تحت الاختبار، وخريج الدفعة 59 فنية عسكرية في رتبة الملازم أول تحت الاختبار، وخريج الدفعة الثانية من الحاصلين على الدراسات العليا في رتبة النقيب والملازم أول تحت الاختبار طبقا لدرجاتهم العلمية، وذلك اعتبارا من 30/6/2022. ثانيا، تعيين خريج الدفعة الرابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة في رتبة الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار، وذلك اعتبارا من 1/10/2022. ثالثا، منح أوائل الخريجين نوطي الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء الدراسة من الكلية الحربية ملازم تحت الاختبار مروان سمير رمضان، ملازم تحت الاختبار أحمد وليد جمال، ملازم أول طبيب بيطري تحت الاختبار عادل إسحاق لطفي، ملازم صيدلي تحت الاختبار وقام علي السيد من جمهورية بوروندي، ملازم تحت الاختبار فابريس نيو جابو من جمهورية تشاد، ملازم تحت الاختبار منصور عبد القادر هارون من الجمهورية اليمنية، ملازم تحت الاختبار حسين خالد الأشبط من دولة فلسطين، ملازم تحت الاختبار قصي عبد اللطيف محمود من الكلية البحرية، ملازم بحري تحت الاختبار إسلام عرفة قطب من دولة الكويت، ملازم بحري تحت الاختبار خالد بدر مشعل من جمهورية تنزانيا، ملازم بحري تحت الاختبار أبيا ناسون كابومي من الكلية الجوية، ملازم طيار تحت الاختبار محمود أشرف سيف الله، ملازم جوي تحت الاختبار علي مصباح عبد اللطيف من جمهورية غينيا، ملازم طيار تحت الاختبار بكري كابا بكري من الكلية الفنية العسكرية، ملازم أول تحت الاختبار أيمن الشافي أمين من مملكة البحرين، ملازم أول تحت الاختبار يوسف طارق يوسف من كلية الدفاع الجوي، ملازم تحت الاختبار محمد سعيد عبد الباري من المملكة العربية السعودية، ملازم تحت الاختبار زياد سعيد الغمدي من جمهورية السودان،
ملازم تحت الاختبار أبو بكر الصديق فتحي الرحمن سعيد من كلية الطب بالقوات المسلحة. ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار عمر أحمد أحمد من الكلية العسكرية التكنولوجية. ملازم فني تحت الاختبار أحمد خالد خليفة من جمهورية جيبوتي. ملازم فني تحت الاختبار عوالة حسن قورح. عن قادة عظام من رموز العسكرية المصرية أطلقت أسماؤهم على الدفعات خريجي هذا العام تخليدا لما قدموه من أعمال بطولية. نقدم الآن فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشؤون المعنوية بعنوان قادة في وجدان الأمة. في السجلات العسكرية المصرية أحداث وشخصيات، وفي تلك السجلات تسطع أسماء لقادة عظام استحقوا أن يكتب التاريخ أسماءهم بأحرف من نور في سجلات الشرف العسكرية. ومن هؤلاء القادة الفريق محمد شريف محمد الصادق قائد القوات البحرية الأسبق، التحق بالكلية البحرية وتخرج فيها عام 1956، شارك في حروب مصر المعاصرة وتدرج في المناصب القيادية بالقوات البحرية حتى وصل إلى منصب قائد القوات البحرية في الفترة من عام 1987 وحتى عام 1990. وتقديرا لدوره وتاريخه العسكري أطلق اسمه على الدفعة 73 بحرية. اللواء طيار أركان حرب سيد كامل عبد الوهاب رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، التحق بالكلية الجوية وتخرج فيها عام 1959 ضمن الدفعة 10 جوية، شارك في حروب مصر المعاصرة وتدرج في المناصب القيادية بالقوات الجوية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان القوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتى عام 1991. وتقديرا لدوره في العسكرية المصرية أطلق اسمه على الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية. الفريق السيد حمدي حسن قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، تخرج في الكلية الحربية عام 1949 وفور تخرجه التحق بوحدات وتشكيلات الدفاع الجوي، شارك في حروب مصر المعاصرة وتدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى منصب قائد قوة الدفاع الجوي في الفترة من عام 1979 وحتى عام 1983. وتقديرا لعطائه العسكري أطلق اسمه على الدفعة 50 دفاع جوي. لواء أركان حرب دكتور مدحت محمد مصطفى مدير الكلية الفنية الأسبق، تخرج عام 1951 من جامعة القاهرة ثم التحق بالقوات المسلحة وحصل على دورات تدريبية خارج مصر في تخصص علوم الحاسب الآلي، وساهم في إنشاء أول قسم حاسب آلي في مصر بالكلية الفنية العسكرية عام 1969. تدرج في المناصب القيادية بالكلية الفنية العسكرية حتى عين مديرا لها في الفترة من عام 1980 إلى عام 1982. وتقديرا لدوره في النهوض بالعلوم العسكرية أطلق اسمه على الدفعة 59 فنية عسكرية. اللواء أركان حرب محمد فاروق يوسف قرطان مدير المعهد الفني الأسبق، التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1949 ضمن الدفعة 24 حربية، تدرج في المناصب القيادية داخل القوات المسلحة حتى تولى منصب مدير المعهد الفني للقوات المسلحة. وتقديرا لدوره وعطائه في القوات المسلحة أطلق اسمه على الدفعة 51 كلية عسكرية تكنولوجية. الفريق فخري
رفاعي محمد كامل مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق، تخرج في كلية الطب في عام 1937، ثم التحق بالقوات المسلحة وتدرج في المناصب القيادية بالخدمات الطبية حتى وصل إلى مدير إدارة الخدمات الطبية، وتقديرا لعطائه استحق أن يطلق اسمه على الدفعة 4 كلية الطب بالقوات المسلحة. وتسطع الأسماء المضيئة في سجلات العسكرية المصرية، وتعلو مع الرايات قامات عسكرية مصرية مضيئة، ومن بينها اسم الفريق صفي الدين عبد الجواد بوشناف، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي تخرج في الكلية الحربية عام 1953، وتجلى دوره العسكري كقائد لإحدى الوحدات إبان حرب أكتوبر المجيدة، تدرج في المناصب القيادية حتى توج مسيرته العسكرية كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة، واستحق لعطائه الوافر أن يحصل على العديد من الأوسمة والأنواط والنياشين. وتقديرا لعطائه الوافر في العسكرية المصرية، استحق أن يطلق اسمه على الدفعة 116 من الكلية الحربية. تمر الأيام والسنوات، وتتعاقب الأجيال في حمل الرايات، ولا تنسى مصر ما بذله الرجال من بطولات وتضحيات، فتظل الهامات مرفوعة والرايات خفاقة، وتبقى مصر ما بقي جيشها وشعبها في رباط إلى يوم الدين. تحية تقدير واعتزاز من القوات المسلحة المصرية وشعب مصر الأبي لقادة سجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور. يتفضل السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري.
مجموعات الأرض العسكري كتفاً سلاح. يمين الولاء. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذا لأوامر قادتي، محافظا على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد. واحتفالا بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، يظهر الآن في سماء العرض فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية، ينفذ مناورة الوردة المتفتحة في لوحة فنية رائعة. مجموعات الأرض العسكري جنباً سلاح. كلمة اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، في يوم من أيام العزة الوطنية، وفي ساعة من ساعات الأمل، وفي لحظة من لحظات التطلع للمستقبل، يطيب لنا أن نحتفي بسيادتكم في قلعة الانضباط الذاتي ومصنع الأبطال في الكلية الحربية، التي تزهو اليوم للإعلان عن انضمام دفعات جديدة من الضباط الذين يتلهفون لكتابة أسمائهم في سجلات المجد، مؤكدين عهد الولاء لله والوطن، عازمين على مواصلة العطاء والفداء. الجمع الكريم، اليوم من مصنع الأبطال نوثق شهادة ميلاد جيل جديد يخطو أولى خطواته نحو تقديم نفسه والانطلاق نحو تحقيق ذاته وتنفيذ تطلعاته وآماله، وهو يتجه بخطوات واثقة نحو مستقبله. شباب ممتلئ بالإيمان والحماس والعزم، تبدو على وجوههم علامة البهجة وعلى جبينهم ملامح الشموخ، يتمسكون بالقيم الأصيلة للعسكرية المصرية التي تشبعت بها عقولهم ونمت داخل نفوسهم من اليوم الأول لالتحاقهم بالكليات العسكرية. سيادة الرئيس، إن احتفالنا اليوم يأتي ونحن نتنفس عبير شهر عظيم، شهر أكتوبر، ففيه يوم من أعظم الأيام خلودا، وهو يوم 6 أكتوبر الذي سيظل خالدا في عقولنا. وقد استوعب هؤلاء الأبطال ما حققه جيل أكتوبر العظيم، فاتخذوه القدوة والمثل، وشكل ما حدث خلال هذه الحرب تحديا أمامهم، يقوي من عزيمتهم وإيمانهم بعقيدتهم القتالية، وهي أن الدفاع عن الأوطان ليس اختيارا وإنما هو واجب مقدس.
السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن مسؤولية إمداد الوطن بالأبطال تقع على عاتق الكليات العسكرية، وهذا يتطلب جهدا مضنيا وعملا مخلصا نعمل على إعدادهم الإعداد الأمثل ليكون استعدادهم عاليا وانضباطهم ذاتيا. وقد ألينا على أنفسنا أن نحدث من مناهجنا التعليمية لتتواكب مع آليات التحديث الذي نعيش فيه، وهم اليوم يقفون أمام سيادتكم يقدمون أنفسهم بعد أن أقسموا يمين الولاء، وفي زخم احتفالنا بأبنائنا الضباط الجدد لا يمكننا أن نغفل توجيه التحية للسادة مدير الكليات العسكرية السابقين على ما قدموه من جهد وعطاء لكلياتهم التي تعلمنا فيها وعلى أيديهم أسمى معاني الوطنية والفداء. كما أتقدم بخالص الامتنان للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم واللامحدود، ولزملائي مدير الكليات العسكرية وأعضاء هيئة التدريس على ما يقدمون في سبيل إعداد وتأهيل أبنائهم الطلبة ليصبحوا ضباطا لديهم الوعي وأمانة المسؤولية. كما أننا وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية لم تقتصر مهامنا على تأهيل وإعداد ضباط المستقبل، وإنما امتدت لتشمل تأهيل الشباب المنضمين حديثا للعمل بأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة لتنمية بعد الولاء والانتماء لديهم. وسوف نواصل هذا التكليف الوطني بعزيمة صلبة وإرادة لا تلين. أبنائي الطلبة، أهنئكم وأوصيكم بالانضباط، اعتزوا دائما بأنفسكم، واعلموا أن المسؤولية ثقيلة وتقتضي السعي بصدق العزم ونبل المقصد. كونوا على يقين بأنكم ذخيرة هذا الوطن، فأنتم أبناء وطن جاء أولا ثم أتى التاريخ من بعده. وإلى السادة أولياء الأمور، لكم كل الحق أن تعتزوا بأبنائكم، فهذا اليوم هو يوم الحصاد، فلولاكم ما كانوا هنا، ولولا جهودكم معهم ما استحقوا أن يقفوا على هذه البقعة المقدسة من بقاع الوطن. فهنيئا لكم بأبنائكم. سيادة الرئيس، عهد وقسم ويمين أن نؤدي عملنا الذي حدده لنا وطننا في إمداده بصفوة شبابه، وألا نألو جهدا في سبيل إعدادهم لتحمل المسؤولية الوطنية. حفظ الله مصر شعبا وجيشا، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتسمحوا لي سيادتكم أن أتقدم بكتاب الله ليكون حافظا لسيادتكم والوطن. أوائل خريج الكليات العسكرية وكلية الشرطة يقدمون هدية تذكارية للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. سيادة الرئيس، إن أبنائك ورجالك خريج الكلية العسكرية يقفون أمام سيادتكم اليوم أقدامهم ثابتة على الأرض ورؤوسهم تكاد تلامس السماء، فقد أصبحوا اليوم يحملون في أعناقهم
مسؤولية حماية وطن وضع ثقته المطلقة في رجال جيشه. نعدك يا سيادة الرئيس أن نكون على قدر هذه المسؤولية، ونعد شعبنا العظيم بأن نسير على درب الأجيال السابقة بنفس الروح وبنفس العزيمة والإصرار التي حافظوا بها على هيبة مصر وكرامتها. وبهذه المناسبة العظيمة يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لسيادتكم درع الكلية العسكرية تعبيرا عن ولائنا وانتمائنا ووقوفنا خلف قيادتكم الرشيدة. فلتتفضل سيادة الرئيس. ويشارك أوائل الجامعات المصرية أشقاءهم خريج الكليات العسكرية حفلهم اليوم ويقدمون لهم التهنئة. سيادة الرئيس، في هذا اليوم المشهود يسعدنا نحن أوائل خريج الجامعات المصرية أن نشارك جموع شعب مصر فرحتها وسعادتها بانطلاقة جيل جديد من حماة الوطن والساهرين على أمنه خريج الكليات العسكرية وكلية الشرطة، في مشهد تتجلى فيه أسمى آيات التناغم والتلاحم بين شعب مصر الأبي وجيشها العظيم وشرطتها الباسلة وقضائها الشامخ. من هنا، من أرض الكلية الحربية، مصنع الرجال وعرين الأبطال والقلب النابض للعسكرية المصرية، نقف جنبا إلى جنب مع إخوتنا وأخواتنا خريج الكليات العسكرية وكلية الشرطة. نقسم جميعا بأن نبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وتقدمه، متسلحين بما حصلنا عليه من معارف ومهارات، ومعززين جهدنا بدعمكم المستمر للشباب لتبقى راية مصر عالية خفاقة. سيادة الرئيس، في هذه المناسبة العظيمة وبكل مشاعر الفخر والاعتزاز يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لسيادتكم درع الجامعات المصرية. تقديراً لسيادتكم وتأكيداً على الثقة المطلقة في قيادتكم الحكيمة، مستلهمين من روح نصر أكتوبر المجيد تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، داعين الله عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يحمي مصر وشعبها من كل شر، لتبقى هذه الأرض الطيبة وأهلها الأبرار في أمان الله وحفظه، مرددين وراءكم بقلوبنا قبل ألسنتنا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فلتتفضل سيادة الرئيس. مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. النهارده العسكري كتفان سلاح. فليدفديها أرواحنا تحت رجليها بالبلد مهما نبديها، والله أليم. كبرنا أكلنا من خيرها، شربنا شهد من نيلها، وقلنا لا مفيش غيرها ليها ألف جميل. بلدنا ليها روح وكاريزما، بتبقى حضن وقت الأزمة، تلاقي شعب آخر عصر. بسم الله الرحمن الرحيم. العميد محمد، لو سمحت جنبا سلاح. معك مقاطع أرض العسكري جنباً سلاح. مش هطيل عليكم، لكن خليني الأول أنا أوجه كل التحية وكل الاحترام للأسر اللي موجودة معانا النهاردة لحضور حفل تخرج أبنائهم من الكليات المختلفة. برحب بيكم أهلاً وسهلاً وألف مبروك.
ألف مبروك. وأيضا أوجه التحية والتهنئة لأبنائنا الخريجين من الضباط، وأتمنى لهم كل التوفيق، أتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم. يعني لسه أول خطوة النهاردة في حياة الضابط المتخرج، وده الحقيقة بيمثل خطوة مهمة قوي وخطوة رائعة وعظيمة في حياتك، حياة كل اللي اتخرجوا إن شاء الله، سواء كانوا من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية. وخلينا أقول لكم، وكلام ده لينا كلنا، في الدنيا اللي احنا موجودين فيها الأمور دايما بتبقى متغيرة، ولكن إرادة الإنسان وقبل منها بدعم من ربنا سبحانه وتعالى وبمشيئته، كل الأمور حتى الصعبة منها بيتم التغلب عليها. لو كنت شفته من سنتين في حفلة ممثلة زي كده، كنا كلنا واقفين تقريبا ولابسين يعني عشان الكورونا واللي كان موجود فيها، وكانت الناس كلها متصورة ساعتها ان الموضوع يعني اخر الدنيا. لا، مش اخر الدنيا ولا حاجة، وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، وعبرت زي ما كتير من الازمات بتعبر، وحتى الازمة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. طب خليني اقول لكم على حاجة تانية، افكركم من سنين مش بعيدة قوي، 2013 و14 وبعد كده، وكان الارهاب بيضرب في بلدنا هنا، ويمكن كنتوا كلكم بتشوفوا يعني شهدائنا ومصابينا، وكنتوا بتقولوا يا ترى الدنيا دي هتفضل كده ولا لا. كنت انا متاكد ان بفضل الله سبحانه وتعالى ده هتعبر زي ما كتير من الازمات بتعبر، واللي يقرا التاريخ هيشوف كده كتير. وده اللي انا يهمني ان انا اقوله لكم دلوقتي، لينا ولكل المصريين، ومش لكل المصريين بس، للدنيا كلها. الدنيا ما بتفضلش على حالها، ودايما ربنا سبحانه وتعالى ايده الطيبة موجودة معانا كلنا، مع الدنيا كلها، وإلا ما كانتش ابدا استمرت. انا عايز اقول ان المرحلة ديت اللي احنا موجودين فيها وكانت صعبة علينا كلنا، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله هنعبرها بخير وسلام. واتصور ان احنا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجوده، مش عندنا في بلدنا بس، في الدنيا كلها. لكن زي ما قلت كده، الازمه بتاعت كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام باثارها يعني، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهارده احنا موجودين بنقول خلاص، يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع ده يعني اثاره بقت يمكن التعايش معه. برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت، حتى لو كانت لها أثار صعبة علينا دلوقتي، لكن أزمة وهتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي يبقى يبقى تبقى الأوطان، اللي يبقى تبقى الأوطان، تبقى البلاد، يبقى الاستقرار، يبقى الأمان، يبقى السلام. لأن بالمناسبة مفيش بلد هتتقدم في الدنيا وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار. وأتصور إن إحنا، وأنا مش هكرر ده كتير، لكن أنا اتكلمت في المسألة دي كثيراً قبل كده، وقلت لكم إن إحنا المشاهد اللي بنشوفها حوالين مننا بتؤكد حاجة واحدة بس، إن الجهد اللي بيتبذل مش بس من رجال الجيش والشرطة، من كل مواطن مصري للحفاظ على الدولة ديت، الجهد ده جهد مشكور جدا جدا، وهو اللي بيخلي 104 واكتر اللي موجودين على ارض مصر عايشين وفي امل في بكره. كل المصاعب اللي موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى هنعبرها، واحنا في خير وبخير، واقدر اقول ان احنا يعني واقفين برضو على ارض صلبه، ما عندناش تحديات كبيرة قوي زي بلاد أخرى. ليه؟ عشان بس الأمن والاستقرار اللي موجود في مصر نقدر من خلاله نعمل أي حاجة.
مش هنسى اقول للضباط الجدد المتخرجين، وانا قلت الكلمه دي يمكن في من يومين لوزاره الداخليه اثناء او في كليه اكاديميه الشرطه، لما بقول لهم خلي بالكم انتوا دوركم كبير قوي قوي، ولو شفتوا التضحيات اللي اتقدمت خلال مش بس السبع ثمان سنين اللي فات، ما احنا كنا النهارده بنحتفل او بنقول اسماء قاده عظام كانوا موجودين وفي شهداء لينا ومصابين كانوا في اكتوبر، احنا بنحتفل كل سنه بالذكرى والانتصار ده. اللي انا عايز اقوله برضو، حتى في حربنا ضد الارهاب كان في شهداء ومصابين، دايما حريصين ان احنا نذكرهم ونأكد ان احنا مش بس الدولة، مش انا، مش الحكومة، لا، كل انسان مصري يفتكر كويس قوي، كل انسان مصري يفتكر كويس قوي ان في اسرة قدمت ابنها، الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده، وبعدين قدمته لبلدنا هنا، قدم روحه لها عشان احنا نعيش بالشكل اللي احنا فيه. انا بقول كده للضباط الجدد لان ده دور، هو ده دور الجيش، دور الجيش ان هو يحمي ويصون ويضحي عشان تبقى البلد دايما ثابتة مستقرة آمنة سالمة ان شاء الله. مش عايز اطيل عليكم، ربنا يوفقكم، وبقول للأهالي وبقول لكم افرحوا، ألف مبروك، ربنا يوفقكم، وبدأت المسؤولية عليكم تزيد إن شاء الله، أنتوا قدها بالتعليم اللي أنتوا تعلمتوه، بالتأهيل اللي أنتوا تأهلتوه، إن شاء الله هيبقى خطوة للأمام، ربنا يا رب يوفقكم فيها ويحفظكم ويحفظ مصر في أمن وسلام إن شاء الله. ألف مبروك، ألف مبروك، شكرا، شكرا جزيلا. معك مقاطع أرض عسكري، كتفان سلاح السلام الوطني، سلام سلاح. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا مصر العربية. هم حماة الأرض والعرض، هم فخر مصر، أبطالها، رجالها، أملها الباقي جيلا بعد جيل. هم خريج الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية المصرية، نظروا أنفسهم آملين النصر، راغبين الشهادة، أقسموا يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة أبد الدهر. انضموا إلى صفوف قواتنا المسلحة المصرية كرصيد جديد يضاف إلى قدرات مصر القتالية في الذود عن ثراها المقدس. هم الجيل الصاعد الواعي من خريج الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية المصرية. شعاره الواجب، الشرف، الوطن. احنا حريصين دائما على ان احنا
لننتقي أفضل العناصر، وده المعيار الوحيد اللي احنا حريصين عليه. بالمناسبة أنتم الجيل اللي هيتولى مسؤولية حماية هذا البلد، أنت قيمة كبيرة. الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية المصرية، مصنع الرجال وعرين الأبطال في كل العصور. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الكلية الحربية، أسود القوات المسلحة المصرية، سادة المعارك، خفة في الحركة، قوة في الصدمة، دقة ومهارة عالية، طراز فريء من الانضباط والدقة، رجال المهام المستحيلة، رأس الحربة الضاربة في قلب العدو. المجد لمن يذود عن أرض الوطن ويحفظ لها أمنها ضد أي اعتداء خارجي. الكلية البحرية، وحوش البحار، الإرادة المصرية حين تتجلى في أروع صورها لحماية السواحل المصرية. إنه رجال الشرف والعلم والفداء. الكلية الجوية، نسور السماء الحامية لأمن مصر القومي على كافة المحاور الاستراتيجية، نسور تعرف كيف تنقض على أهدافها وتواصل صعودها إلى العلا في سبيل المجد. كلية الدفاع الجوي، قادرون على حماية المجال الجوي المصري ضد أي اختراق خارجي، مهما على شأنه أو تعاظمت قدراته أو تنوعت طائرته. الكلية الفنية العسكرية، يد تبني ويد تحمل السلاح، رجال فوق العادة يعرفون كيف ينفذون أهدافهم وكيف يسابقون الزمن بأرقى المعدلات الهندسية. الكلية العسكرية التكنولوجية، كفاءة تكنولوجية وفنية عالية وانضباط عسكري من طراز فريد، منظومة تأمين فني لجميع معدات القوات المسلحة يواكب أحدث التكنولوجيات العالمية. كلية الطب للقوات المسلحة، نخبة منتقاة من خيرة شباب مصر، أمل جديد لتخريج جيل يفيض بالعطاء الطبي لخدمة القطاعين العسكري والمدني. هكذا تتعدد الصروح العسكرية وتتنوع معها قدرات قواتنا المسلحة المصرية على كافة المحاور الاستراتيجية. أنا بسجل لكم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام. دايما الكلية الحربية والكليات العسكرية والقوات المسلحة بالكامل دايما في عزة وفخر. وتبقى الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية المصرية مصنع الرجال وعرين الأبطال. أكيد إحساس لا يوصف من السعادة، وده نتاج عمل ضخم وجهد شاق للوصول للحظة اللي احنا موجودين فيها. انضمام جيل جديد من الضباط الجدد والمؤهلين علميا وعمليا ولديهم الوعي الكافي للقيادة بصفوف قواتنا المسلحة، هو مش في سيناء فقط، ولكن الضباط بيتوزعوا على وحدات القوات المسلحة بجميع الجيوش والمناطق. لكن أنا عاوز أقول لك إن بينهم وبين بعض بيتنافسوا وبيتمنوا إنهم يخدموا في سيناء مع زملائهم الأبطال اللي بيقوموا بواجبهم المقدس في حماية أفض مصر. دايما القيادة العامة للقوات المسلحة بتسعى لتطوير منظومة إعداد الطالب ليكون ضابط ذو كفاءة عالية بيتمتع بالعلم والانضباط ولديه وعي عالي وملم بالأحداث، سواء كانت أحداث داخلية أو إقليمية أو عالمية،
إن شاء الله هيكون هو وزمايله إضافة قوية لقواتنا المسلحة بإذن الله، ويقودوا من هم تحت قيادتهم بفكر متميز. طبعا احنا طلبة الخريجين الكلية العسكرية التكنولوجية تلقوا خلال مدة دراستهم على اعلى مستوى من التعليم. احنا طبعا التعليم عندنا بيعتمد على اربع محاور، محور طبعا عضو هيئة التدريس والطالب والمنهج والبيئة التعليمية. احنا الحمد لله كل شق من الاربع مراحل دول ادينا لهم اعلى اهمية، عشان خاطر الطالب اللي هيتخرج هيقدر يلتحق بالتشكيل والوحدة اللي هي تسلحت الحمد لله شكرا لله قواتنا المسلحة تسلحت به العديد من التسليح الحديث، وده طبعا لازم يتطلب ان اللي هيتعامل مع هذه المعدة لازم يتلقى اعلى درجة من التعليم التقني او التكنولوجي. المناهج الدراسية طبعا عندنا قدرنا الحمد لله نطورها من خلال خبراء عسكريين على اعلى درجة من الشهادات العلمية، قدرنا نستخدم بعض الخبراء العالمين من دولة ألمانيا. بالتالي طبعا التطوير اللي حصل في المنهج تطلب برضو يكون عضو هيئة التدريس لازم يكون على أعلى مستوى من التأهيل، ده من خلال البعثات الدراسية اللي بنديها له، من خلال الدورات التدريبية اللي بنأهلها به عضو التدريس عشان يقدر يوصل معلومة للطالب بشكل كويس. الطالب طبعا بنأهله أنه بيدرس عندنا الفترة كلها بالكامل، ممكن بنسفره في بعض الأحيان مأمورات خارج عشان يتطلع على التعليم التقني أو التكنولوجي خارج مصر، بالإضافة إلى أنه هو طبعا بيبلور أو بيخلص مدته الدراسية من خلال مشروع تخرج بيبان فيه ما توصل إليه من الدراسات اللي خدها خلال الفترة اللي اتعامل فيها. البيئة التعليمية طبعا بتشمل التجهيزات اللي بنعملها في خلال القاعات الدراسية، بالإضافة إلى المحاكيات أو المعامل. المعامل دي طبعا هي أعلى حاجة بنقدر نخلي الطالب يتعامل فيها عشان خاطر لما يجي ينضم على الوحدة والتشكيل ما يستغربش من المعدة، لأن المحاكي ده أو المعمل ده هو يعني بيمثل السلاح أو المعدة اللي هيتلقاها الطالب أثناء خدمته بقوات المسلحة. زي ما بلغت قلت حضرتك إن إحنا دايما التعليم بتاعنا اللي بيعتمد على الناحية العلمية اللي هي بتشمل حوالي 60% من إجمالي مدة الدراسة بتاعته. بدايتها طبعا إحنا قلنا بنديله المحاكيات أو بيتدرب على المحاكيات أو المعمل اللي هو بيشتغل عليه، اللي هو بناء عليه بيشوفه زي الوحده، زي المعده الموجوده في الوحده والتشكيل. طبعا ده بالاضافه لمشروع التخرج الطالب. مشروع التخرج دوت هو نتاج فكره خلال الاربع سنين او ثلاث سنين تلقى العلم فيهم، هو استفاد بايه. المشروع مش بنختاره بشكل عشوائي، لا، بيبقى من خلال دراسه. احنا يا جماعه مثلا او في مشكله معينه في سلاح معين وبتاع، بيحل هذه المشكله من خلال مشروع بيعرضه اثناء معرض المشاريع، وبيقول من خلاله انا اقدر احل الموضوع ده ازاي. يبقى انا كده قدرت استفيد من مده الدراسه من خلال ان هو قادر يحل مشكله او حاجه معينه هتقابله في تشكيل الوحده. ده طبعا بالاضافه ان الطالب اثناء فتره دراسته بيعمل زياره ميدانيه لل التشكيلات والوحدات والورش العامة عشان خاطر يقدر برضو يعرف برضو تكنولوجيا الإصلاح والصيانة لأي معدة أو سلاح بينضم لها في التشكيلة أو الوحدة. المعايير زي ما اتفقنا حضرتك هي كلها واحدة، إن كان الطالب أجنبي أو مصري لازم معيار كل واحد، هو لازم يجتاز جميع الاختبارات من بداية من السمات، الاختبار الطبي، الاختبار اللياقة البدنية. ما فيش أي حاجة بتفرق بين طالب وطالب غير هي جنسيته، لكن هو بيتلقى نفس درجة التعليم اللي بيتلقى الطالب المصري بالظبط. طبعا الطالب اللي راغب في الالتحاق بالكلية العسكرية ايا يكن، عايز اقول ان انت المعيار الوحيد لالتحاقك بالكلية، انت بتفوقك او اهتمامك بالناحية البدنية، بالناحية الطبية، بالمعلومات العامة، تأكد انك انت هتبقى موجود ضمن قوات عسكرية بدون الحاجة لأي حاجة تانية، لان مفيش معيار غير معيار كفاءتك البدنية والعلمية. نقول للطلبة اللي اتخرجوا نقول لهم الف مبروك طبعا انضمامكم للقوات المسلحة، طبعا انتوا دماء جديدة ضخت للقوات المسلحة، وبالتالي ما تتوقفش عند هذا الحد من التعليم. انت طبعا تأهيلك وتعليمك ده هو ده علامتك او وجهتك للقوات المسلحة، فانت مش هتقدر تتعامل مع اي معدة حديثة او سلاح حديث الا لما تكون انت مأهل نفسك من خلال البعثات، من خلال اتقانك اللغة الانجليزية، من خلال التحصل على الشهادات الدراسية العليا، وبالتالي تقدر تتعامل مع اي معدة حديثة ان شاء الله.
طبعا طلبة الكلية الجوية بيتم تأهيلهم علميا وعمليا بجميع التخصصات لمواكبة التطور التكنولوجي ومواكبة التيارات اللي هيطير عليها في القوات الجوية، وبيتم تدريبه وتأهيله للقيام بأي مهمة يكلف بها من القوات الجوية. طبعا بيتم تأهيل الطالب طيار وجوي بتأهيل علمي وطيران وبعد كده العملي في الطيران. التأهيل العلمي بيتم على أحدث أساليب التعليم في منظومة الزيرو كلاينت، يعني كل طالب في كلية جوية ليه حاسب أو ليه كمبيوتر خاص بيه محمل عليه جميع المواد جميع المناهج البنك الأسئلة، وبيتم تقييم هذه المنظومة بمنظومة الليرنينج مانجمنت سيستم، ودي بتدار على أعلى مستوى من الكفاءة. دي مهمة الكلية الجوية، أنها تتواكب مع التقدم التكنولوجي في الطيارات، لازم يحصل تطور في التدريب. الطالب بمجرد انضمامه للكلية الجوية بيبدأ يطير طيران الجنرال فلاينج بتاعه، بيطير طيران الابتدائي بتاعه، وبعد كده في نهاية السنة النهائية بيطير على طيران المقاتلات، بيطير في طيران التشكيل، بيطير قتال جوي، بيطير رماية جوية، بيطير طيران ليلي. يعني بمجرد تخرجه هو جاهز لتنفيذ أي مهمة قتالية بيكلف بيها. الكلية الجوية بينطبق عليها نفس معايير الكليات العسكرية، أنه بيجتاز اختبارات المنصوص عليها في مكتب تنسيق الكليات العسكرية، ولكن بالإضافة اللي عليه في الكلية الجوية اللياقة الطبية. اللياقة الطبية دي بيروح على المجلس الطبي الجوي، المجلس الطبي الجوي هو الجهة المنوط بها تحديد لياقة الطيارين والطلبة الطيارين. هنا بيخضع لمعايير دقيقة جدا من الكشف الطبي. زي ما حضرتك قلت، التطور التكنولوجي في الطيارات ده بيتطلب ان الممكن المعايير الطبية بتزيد شوية عشان يقدر يواكب هذه المعدة الحديثة. بقول لهم مليون مبروك ليكم، بقول لهم نصيحة: محافظة على الصحة العامة، محافظة على لياقتك البدنية، محافظة على تأهيلك العلمي. انت تأهلت علمي نظري أساسيات، ولكن مطالب بيك ان انت تستمر في العلم وتتسلح به. انت مقبل على طيارات حديثة محتاجة معرفة دقيقة جدا بكل إمكانيات الطيارة عشان تقدر تقوم بالمهمة بتاعتك على أحدث الحالات. احنا الكلية الفنية العسكرية بتحتفل اليوم بتخريج الدفعة 59 من الكلية الفنية العسكرية، والحقيقة بنقدم للقوات المسلحة والمصر بالكامل مجموعة من الضباط المهندسين القادرين على التعامل مع كافة نظم التسليح، مسلحين بالتكنولوجيا، مسلحين بالعلم الهندسي الكافي للتعامل مع كافة نظم التسليح داخل القوات المسلحة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان النهاردة علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية بقت عامل محدد في الحروب الحديثة، ويمكن أبرز مثال على كده الحرب الروسية الأوكرانية، واللي بتبين ان كل التحكم وكل التحكم بالكامل بيبقى من خلال الأقمار الصناعية. فاحنا فطنا كده داخل القوات المسلحة والكلية الفنية، وانشأنا بالفعل اول قسم مختص بعلوم الفضاء بيتعامل مع كافة علوم الفضاء، وبيأهل الطالب ليكون قادر على العمل في منظومات الأقمار الصناعية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك احنا أنشأنا تحالف مصري بالتعاون مع جامعة نانجين في الصين لإطلاق أول قمرين صناعيين تعليميين على مستوى الكليات، لإطلاقهم إن شاء الله في خلال السنة الجاية بإذن الله إن شاء الله. طبعا التطوير عندنا في الكلية مستمر، وكل 5 سنوات بنحدث المناهج الدراسية بتاعتنا عشان تتمشى مع أحدث التكنولوجيات وأحدث التطور العلمي الهندسي. مش بس كده، احنا دايما التطوير عندنا في العملية التعليمية بيشمل 4 محاور رئيسية. محور الأولاني هو محور الطالب نفسه، محور الثاني هو محور عضو هيئة التدريس. احنا عندنا أعضاء هيئة التدريس بالكامل حاصلين على دكتوراه من الخارج، سواء من الصين، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من إنجلترا، من فرنسا، من كافة الدول المتقدمة. فاحنا عندنا التأهيل عضو هيئة التدريس بيصب في مصلحة التأهيل والتعليم الهندسي. بالإضافة لكده احنا بنطور البيئة التعليمية، ثم في النهاية بنطور المناهج نفسها. وزي ما قلت لحضرتك احنا كل 5 سنوات
بنطور مناهجنا عشان تتمشى مع احدث النظم العالميه. الحقيقه احنا التعليم عندنا تعليم اساسي هندسي ثم عسكري، فعشان كده جميع المعايير اللي بتنطبق على الطلبه المصريين بتنطبق على الطلبه الوافدين بالكامل، سواء من ناحيه التفوق في الثانويه العامه، من الناحيه البدنيه، اللياقه البدنيه، من الناحيه النفسيه، جميع المعايير والاشتراطات اللي بتنطبق على الطلبه المصريين بتنطبق على الطلبه الوافدين. النصيحة اللي أنا بوجهها لأبناء الخريجين الحقيقة أنهم اتبذل فيهم جهد كبير جدا في التدريب والتطوير والتعليم، وإحنا بنتعشى من الله سبحانه وتعالى أنهم يبقوا دماء جديدة تضخ في شرايين القوات المسلحة، يبقوا جاهزين دايما لتقديم الدعم الفني لكافة منظومات التسليح داخل القوات المسلحة. هو زي ما حضرتك بتقول، هي دماء جديدة بتضخ في شرايين القوات البحرية طبقا للكفاءة القدرية اللي حضرتك نوهت عنها، لأن الطالب عندنا البرنامج الإعداد بيبقى طبقا لبنود الكفاءة القتالية، سواء من استعداد قتالي أو تدريب قتالي أو روح معنوية أو انضباط عسكري. احنا بنبتدي أول يعني بتطوير المناهج، وده بصفة دائمة عشان تواكب التسليح الحديث اللي بيخش القوات البحرية. تطوير المناهج بيبتدي إن احنا حولنا كل المناهج دلوقتي للتعليم التفاعلي الانتراكتيف ليرنينج، منظومة التعليم الرقمي، فالطالب بيبقى عنده السنس بتاع الوحدات البحرية الحديثة دي والتكنولوجيا بتاعتها قبل ما يروح، ثم بندرج بعد كده في زيارات ميدانية للوحدات، ثم ان القوات البحرية بتخصص وحدات بحرية حديثة لتدريب طلبة الكلية البحرية داخل المياه الإقليمية، ثم عندنا نوعين من المعسكرات، في عندنا معسكر التدريب الداخلي وده بينفذ لطلبة سنة تانية وتالتة، وده بيتعرف فيه على مسرح العمليات البحري لجمهورية مصر العربية، سواء في البحر المتوسط في نطاق الأسطول الشمالي أو البحر الأحمر نطاق الأسطول الجنوبي، وبيتعرف فيه على الأهداف الاقتصادية والحيوية وقناة السويس وخليج السويس والجزر الهامة والحيوية. المعسكرات الخارجية دي بتنفذ طبقا لخطة القيادة العامة للتدريبات المشتركة، وبينفذ فيها الطالب رحلات لدول شقيقة وصديقة، وبيبقى في تنسيق مع الكليات المماثلة للكلية البحرية وبننفذ فعلا أنشطة معاهم. فهي احنا فعلا الكلية البحرية كلية عملية، وبيبقى في كثافة في التدريب العملي في الكلية البحرية. والله انا بطمن حضرتك، يعني احنا الكلية البحرية زي ما قلت لحضرتك احنا دلوقتي الكلية تحولت كلها للتعليم الرقمي، غير التعليم الرقمي كل المساعدات التدريب اتطورت للانتراكتيف، خلاص مفيش دلوقتي الطالب مفيش قدامه الكتاب والقلم والورقه، هو كلها تفاعلي مع المدرس بتاعه. فمنظومه التعليم بمساعدات التدريب حتى اللياقه البدنيه، مدينه اللياقه البدنيه والرمايه كلها الحمد لله يا رب بدعم كامل من القدر العام للقوات المسلحه وقوات القوات البحريه، في دعم لا محدود كله اتطور الحمد لله. هو الطالب في خلال دراسته الاربع سنوات في الكليه البحريه بيطلع اثنين زيارات خارجيه سنه ثالثه وسنه رابعه طبقا لخطه التدريبات المشتركه، بيزور فيهم دول اجنبيه ويتعرف على دول اجنبيه ويتعرف على الكليات المماثله للكليه البحريه، بالاضافه للمعسكرات الداخليه دي اللي بينفذها في سنه ثانيه وسنه ثالثه بالنسبه لمسرح عمليات البحر المتوسط والاحمر. هي طبعا بتختلف، لان المصري ليه شروط ان الوالد والجد والمجموع والقسم العلمي والرياضي، يعني كل طبعا بتختلف، انما هي الشروط العامه المكتب التنسيق الاكاديميه العسكريه هو واحد على الكل. يمكن الكليه البحريه بتاكد شويه على السباحه وقفزه الثقه، وبرضه انا عايز اطمن حضرتك طالما حضرتك سالت في الموضوع ده، ان الاكاديميه العسكريه والكليات بتاخد من جميع البيوت المصريه ومن جميع فئات الشعب المصري. هو في اختبارات تفضيليه اللي هي اللياقه البدنيه والطبي والنفسي، هو ده لو الطالب اداه بامتياز هيخش الكليه اللي هو عايزها بدون فرق من اي حد يعني. والله انا بتمنى لهم كل خير يا رب، انا بس يعني لو حضرتك تسمح لي ان انا اوصيهم بالانضباط العسكري اول حاجه، ان هم يعدوا نفسهم كويس جدا، ان هم يخلي بالهم من مرؤوسيهم ويقربوا من مرؤوسيهم ويعلموهم ويعرفوا مشاكلهم ويحلوا ويعملوا على حل المشاكل المرؤوسين. أنا عايزهم قدوة لزمايلهم في الشغل، ومش بس في الشغل، حتى بره الشغل لأصدقائهم ولأسرهم، لأن هم دول الرجال الأشداء اللي فعلا الوطن بيستمد كله. لا أنا فرحان جدا وفخور جدا النهاردة بتخرج الأول على كلية فنية عسكرية، طبعا ده كله بيرجع بفضل والدي والدتي، وبحب طبعا أشكر قادة الكلية وأعضاء التدريس وزملائي في الكلية دعمهم ليا ومساندتهم طوال فترة الكلية. الحقيقة في الكلية بيتم تأهيلي علميا بدنيا ونفسيا وفكريا، علميا من خلال ان الكلية موفرة لنا احدث الوسائل التعليمية من خلال قاعات محاضرات على اعلى مستوى، المعامل المتطورة، خبرة اعضاء التدريس، كمان موفرة لنا دورات علمية مختلفة ومشاريع التخرج طبعا.
الحمد لله انا فخور جدا النهارده ان انا اصبحت فرد من قوات القوات المسلحه، بنضم لصفوفه ان شاء الله اقدر اخدم بلدي واقدم حاجه ان شاء الله تنفع البلد باذن الله. طبعا انا بحس النهارده بشعور كبير جدا، ده بقى له 4 سنين من ساعه ما دخلت الكليه. الكليه البحريه اهلتني طبعا ان انا اكون موجود هنا وان انا قادر احقق ان انا اكون من اوائل الدفعه. شعوري طبعا ومسؤوليتي تجاه الوطن وتجاه مصر ان انا هنمي حاجه جديده وان شاء الله ادي دم جديد للقوات المسلحه. طبعا بشكر والدي ووالدتي هم اللي اهلوني ان انا اكون موجود هنا، وطبعا بشكر قضاتي هم اللي اهلوني ان انا اكون هنا، والكليه البحريه ان انا منها انا اتعلمت ازاي اكون واقف هنا دلوقتي واكون من الاوائل من عن طريق العلوم اللي اخذناها وكذا ناحيه انضباطيه والناحيه العسكريه والناحيه البدنيه والعلوم البحريه. كل الحاجات دي كلها هي اللي اهلتني ان انا النهارده اكون هنا من الاوائل الكليه. طبعا بدي رساله لكل الناس ان هم طبعا يخشوا كليات العسكريه، واللي عايز ان هو يكون موجود هنا ان ده شرف لاي حد ومش اي حد يقدر ياخد الشرف ده. طبعا كان في الاول كان في رهبه من القوات المسلحه، لكن طبعا احنا من الجيل العصر ثوره 25 يناير و30 يوليو، فقد ايه شفنا ان الجيش لحق البلد قبل ما تقع، فده كان اكبر دافع ليا ان انا التحق بالقوات المسلحه. بوعد طبعا البلد كلها جيش وشعب ان انا ان شاء الله اكون قد المسؤوليه، وان شاء الله ان انا هبذل قصارى جهدي ان انا اكون الاول في مجالي ان شاء الله، وان انا هخدم بلدي واضحي من اجلها. في البدايه دخولي الكليه الحربيه كان حلم وهدف ليا، وانا مبسوطه ان انا في الاخر وصلت له وعرفت ان انا احققه. انا اتمنى ان انا اكون على قدر من المسؤوليه وتحمل العبء اللي على كتفي، وان انا اكون فرد يضيف حاجه للقوات المسلحه. احنا اللحظه دي طبعا مستنينها بقالنا سنين، وطبعا انا في قمه سعادتي وفخري اللي انا بقيت من ضباط القوات المسلحه والقوات الجويه، وابقى عنصر ان شاء الله متميز فيها ان شاء الله. اوعد ان شاء الله ان انا ابذل اقصى مجهود ان انا ابقى من افضل ضباط الطيارين في القوات المسلحه والقوات الجويه، وان شاء الله ابقى عنصر متميز في لمصر ان شاء الله. طبعا الشعور النهارده ما يتوصفش، بس اللي اقدر اقوله ان انا يعني في قمه سعادتي وفرحتي، وخصوصا ان انا طلعت الاول على دفعتي، وده طبعا اقل هديه ممكن اهديها لوالدتي ووالدي اللي تعبوا معايا طول السنين دي. واحب اقول ان دي بدايه المشوار ليا مش نهايته، وان شاء الله نفضل مكملين، وان شاء الله نبذل كل مجهود اقدر اعمله في خدمه القوات المسلحه وخدمه مصر. في يوم زي ده طبعا اوعد كل القيادات ان شاء الله وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، اوعده ان شاء الله ان احنا نقدم مسؤوليه، وقدم مسؤوليه لمصر حاططها على كتفنا، وان شاء الله نعرف نرفع راسكم كلكم ان شاء الله ونقدم المسؤوليه كلها. يوسف طبعا انا فخوره بيه وبزمايله وبالخريجين كلهم، وسعيده طبعا بيهم كلهم، وربنا يا رب يبارك فيهم ويحميهم يا رب. طبعا بقول لهم ان شاء الله يحموا بلدهم ويدافعوا عنهم ويكون حمال الوطن ان شاء الله باذن الله. والله شعوري لا يوصف، يعني شعور فخر وسعاده، وان السيد الرئيس يكون بيكرمه دي حاجه كبيره جدا عندنا. والحمد لله هو 6 سنين تعب، والحمد لله حصد النهارده تعب طول ال6 سنين. اقول لهم كل خطوه تخطوها حطوا كده مصر قدام عينيكم كده ان شاء الله. في البدايه احب اهني طبعا حضراتكم بانتصارات اكتوبر، وده شهر مبارك طبعا علينا كلنا. بالنسبه لمريم هي طبعا ده كان عندها نوع من الاصرار والحماس، خاصه بعد ما خلصت الكليه الصيدله واصرت انها تلتحق بالكليه الحربيه. انا حاولت اوضح لها قد ايه مدى الحياه العسكريه بتبقى ممكن تكون شاقه، وخاصه انها بنت، لكن اصرارها وحماسها ده شجعني ان انا ادعمها واخليها تخوض التجربه بنفسها، والحمد لله كانت خير تجربه ليها، والحمد لله شرفتنا وكانت من الاوائل في التخرج النهارده ان شاء الله. صراحه انا النهارده اسعد يوم في حياتي، هي شرف ليا، وكملت مشوار كبير كانت بتحلم بيه وحققت هدف وحلم كانت بتسعى للوصول اليه، فانا فعلا فخوره بيها. ويعني النهارده احلى يوم في حياتي ان انا اشوف بنتي من المتفوقين الضباط اللي بيخدموا البلد ويسعوا لخدمه مصر الحبيبه، فطبعا انا في منتهى السعاده والفخر بيها وبكل زملائها. طبعا حضرتك دي مسؤوليه كبيره جدا وفخر طبعا ليا ولي ولاسرتنا كلنا، وطبعا حاجه شعور مش عارفه اوصفه بصراحه.
طبعا مسؤوليه جامده جدا، طبعا مسؤوليه كبيره ان هو بمكانه ده بمسؤوليه ان هو يحمي مصر كلها ويحمي البلد ويحمي الدوله ويحمي الشعب. يعني هم على اكتافهم بصراحه يعني الدوله دي كلها، كيان الدوله كله، وربنا يقويهم يا رب على اللي هم فيه. يعني طبعا فرحانه جدا، وربنا يا رب يبارك فيه هو وزمايله ويقويهم ان شاء الله ويبقوا دايما احسن. هم طبعا عليهم كل الامانه وكل المسؤوليه، يعني البلد كلها امانه في رقبتهم، ربنا يقويهم ان شاء الله ويوفقهم. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، واتمنى اعيش لغايه ما اشوف اخوه اللي في تاني اعدادي يكون زيه ان شاء الله. انا الحمد لله من خلال حواري مع ابني دخلت جوه عقله في ايه بيحب، حتى لما دخل حربيه بعد كده تخصص بحريه بيحب التخصص بتاعه. بقول له خد بالك من بلدك، خد بالك من اخواتك، خد بالك من وطنك، خليك على علاقه كويسه مع ربنا واطيب مطعبك. سعيده جدا وربنا يفرحه ويبارك فيه وعوض تعب السنين اللي فاتت وكلله بنجاح، وربنا يتمم له على خير ويوفقه ويجعل حياته كلها جميله ان شاء الله. والله شعوري كل فرح وفخر واعتزاز بتخرجه النهارده، ورسالتي له ان هو يواصل للتفوق ويواصل للمذاكره عشان يبقى في مركز متقدم ان شاء الله. هو كان عنده الجرأة ان هو ياخد الخطوه دي واصر عليها، وربنا يوفقه ان شاء الله وداخل القوات المسلحه.